طبعا معانا في الحوار ده عمر سمره. عمر سمره هو اول مصري واصغر عربي يصل الى قمه جبل ايفرست. كان ممكن يتوقف عند هذا الانجاز لانه في حد ذاته انجاز قوي جدا، خصوصا ان هو فعلا لما نقول اول مصري يعني دايما افعل التفضيل دي بتبقى ليها وقع وليها رنه، وممكن فعلا الانسان ممكن يتوقف عندها. كان عمره وقتها تقريبا 29 سنه، لكنه لم يتوقف. كان عنده حاجه تانية من تقريبا من اسبوعين، صعود جبل ايفرست او قمه جبل ايفرست. طبعا ما عاد فيش كلام بعدها، هي قمه معاناه وقمه مغامره وقمه لذه. يمكن كثير من الناس اللي بتتابع البرامج الخاصه بعلوم الطبيعه وغيرها بتشوف كم المغامرات الشيقه اللي بيمر بها اي حد بيحاول يقبل على هذه التجربه الجميله والرائعه. فلما تكون تجربه عربيه ومصريه تحديدا، اعتقد لازم نقول شابو وتعظيم سلام. نشوف التقرير ومن بعدها نرجع نستفيد في الحديث، واكيد الحوار هيكون ممتع. يلا بينا. قبل أيام معدودة من انتهاء عام 2014 وبعد رحلة استغرقت حوالي أسبوعين، استطاع المغامر المصري عمر سمرة أن ينجح في تزلج الدرجة الأخيرة من القطب الجنوبي، والذي قطع خلالها مسافة 111 كيلومتر، ليرفع علم مصر متوج النجاح ويقترب من تحقيق تحدي مغامرة الجراند سلام. كان عمر قد انطلق في رحلته من الدرجة 89 إلى الدرجة 90 جنوباً من القاعدة القطبية ضمن فريق مكون من 11 مغامر من عدة دول، ومن بينها ألمانيا وروسيا والهند، حيث كان يتزلج مع فريقه من 7 إلى 9 ساعات يومياً، يقطع خلالها من 14 إلى 16 كيلومتر على حسب الظروف الجوية، حيث تعتبر قارة أنتاركتيكا من أكثر القارات برداً وجفافاً كما تتسم بشدة الرياح. وكان عمر قد بدأ رحلته من مدينة بونتا أريناس وهي في الطرف الجنوبي لأمريكا اللاتينية وتشيلي، ومن هناك استقل طائرة روسية مجهزة خصيصاً للهبوط على مدرج من الجليد الأزرق، حيث أقام في مخيم يونيون جلاسير، ومنها استقلت الطائرة مرة أخرى إلى الدرجة 89 في القاعدة القطبية لبداية رحلته. يذكر أن سمرة كان قد أكمل تحدي القمم السابع في يونيو لعام 2013، وهو يحلم بالنجاح في تحديه الجديد مغامرة الجراند سلام، والتي تعني تسلق القمم السبع بالإضافة إلى التزلج إلى القطبين الجنوبي والشمالي. وينوي سمرة مواصلة المرحلة الأخيرة من هذا التحدي بالتزلج إلى القطب الشمالي في إبريل من عام 2015، ليصبح بذلك أول مصري يحقق هذا الإنجاز الذي استطاع أقل من 40 شخص على مر التاريخ تحقيقه. يعني بداية أقول لك أو ماي جاد على البرد، إحنا بردانين وكمان أنت جايب الأجواء الجرأة ومغامرة وإقبال وشباب ودم جديد. تجربة عربية أنا أقدر أقولها تجربة عربية فريدة ومتميزة. صباح الخير والعافية عليك الأول. صباح الخير، عاملين إيه؟ أخبارك؟ طمنا. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. عمر، يعني دايما المقولة الشائعة أنه من الصعب الوصول إلى القمة ولكن الأصعب منها هو الحفاظ عليها. أنت ما حافظتش بس على هذا الإنجاز أنك وصلت إلى قمة جبل إيفرست أعلى قمة في العالم، لكن كان ده بيدي لك تحدي للمزيد من التسلقات والمزيد من الإنجازات. يعني من أسبوعين صعدت الدرجة الأخيرة من القطب الجنوبي، مظبوط، ومغامرة أو تحدي الجراند سلام، كلمنا عنه. يعني هو يمكن لما بدأت في الموضوع ده إيفرست كان أول هدف كبير ليا، وكان بالنسبة لي هو كل حاجة، ما كنتش بفكر بعد كده. إنه أنت عندك 16 سنة تقريباً. عندي 16 سنة وأتحقق، وأنا كان عندي 28 سنة وقتها. أعتقد إن بعد ما خلصته يمكن حسيت بفراغ شديد، لأن كان طبعاً عندي شغلي ودراستي ويعني جزء تاني من حياتي، لكن كان إيفرست حاجة كبيرة جداً بالنسبة لي. كنت بصحى كل يوم الصبح بشوفه قدامي، كنت معلق صورة لإيفرست في الشغل وفي البيت وكلام من ده. كيف جهزت نفسك عشان ناخذها بالترتيب؟ كيف جهزت نفسك لهذه الرحلة؟ كان في سنين للرحله اللي فاتت، كان في لإيفرست تحديدا، لإيفرست كان في سنين طويله من الاستعداد البدني والنفسي يعني اكتساب خبره اكبر في تسلق الجبال. فتسلقت جبال في قارات كثيره جدا حوالين العالم. يمكن انت اتكلمتي على مصر انها برد وكده، انا اصلا بردان في مصر يعني زي الناس، مش اللي هو ما عنديش اي قوه خارقه للتحمل البرد. لكن يمكن لما بدخل بروح واحده من المغامرات دي فيها زي سويتش داخل جسمك، بدخل في مود تاني خالص،
وببقى عارف ان انا مغامره بتعلي الادرينالين عندك. يعني لو انا في مصر مش مضطر ان انا اكون بردان فببقى يعني بتعايش مع الجو العادي في البيت في جنب الدفايه وكده، لكن لما ببقى في ناقص 40 و50 و60 لازم طبعا درجات حراره لا تحتمل مختلفة. طبيعي لا تحتمل. ويمكن مش بس لا تحتمل، انت اصبت كمان بازمه ربو لما صعدت جبال القلب، فكان ممكن ده خلاص تفهم منه انه مش مهيئ ان انا اعمل ده، مش كسل منك ولا عدم رغبه في بذل المجهود، لكن انه فعلا الاجواء لا تحتمل. لكن ده ما يمكن موضوع الربو ده كان هو يعني حاجه مهمه دفعتني ان انا اتحدى نفسي بالشكل ده، لان انا يعني سن 11 سنه ما كنتش يعني كنت صحتي كانت تعبانه جدا، ما كنتش بعرف انام كويس من كتر ضيق النفس. ويمكن اخذته على نفسي كتحدي ان انا احاول ان انا يعني اجتاز ده. وكان لما في سن 16 سنه لما شفت الجبال لاول مره، ده بالنسبه لي كان يعني اكبر تكسيب للنجاح او يعني تغلب على المرض، ان انا واحد ما بعرفش اتنفس كويس. هو الجبال بتمثل لك ايه؟ يعني بتقول دلوقتي شفت الجبال لاول مره، هو فكره تسلق الجبل ده بالنسبه لك ايه؟ مش فكره بس انك بتصعد وترفع العلم انا حاسه ان المساله ليها بعد نفسي عندك، يعني فكره الوصول الى القمه. يمكن هي ليها معاني كتير جدا بالنسبه لي. يعني اولا عندي ارتباط كبير جدا بالطبيعه والمناطق الجبليه نفسها، في طاقه ايجابيه موجوده هناك، بحس ان انا قريب جدا من الـ من الـ من الكون ومن الكره الارضيه ومن نفسي لما بكون هناك. طبعا اتعلمت حاجات كتيره جدا من التجارب دي، لان لما واحد بيتحط في موقف زي كده لمده المغامره دي ساعات بتاخد اسابيع وشهور. بتحاول انك تشغل عقلك دايما في حلول سريعه، لانه اكيد في مفاجات، ممكن لا قدر الله انهيارات ثلجيه في اماكن محدده، صعود الى اماكن مش واثق انه انت تثبت فيها او تصلح للمبيت، لانه انتم بتباتوا معلقين على وجوه او اوجه الجبال تقريبا. احيانا بنعمل كده، طبعا في تحديات من الناحيه التقنيه ومن الناحيه البدنيه، لكن برضو لما واحد بيعيش في مكان زي كده في مده اسابيع بيحس بالوحده، بيحس بالخوف، بيحس بمشاعر كثيره جدا طبعا ممكن يحسها في حياته العاديه، بس على مدار مثلا شهور او سنه او كذا سنه. عايز تفاصيل اكتر. بيحسها في تاخد اكل قد ايه؟ مين بيمول الحاجات دي؟ يعني ما هو اسابيع يعني معناها ان انت لازم يبقى معاك حتى الاساسيات الحياه، اكل وشرب ومفيش محطات، مفيش طبعاً مثلا استراحات على الطريق مثلا، ده اللي بيبقى مسافر مثلا سفريه 7-8 ساعات بيبقى مهتم جدا ان يكون في استراحات على الطريق. يعني بنشيل كل شيء معانا، يعني في ايفرست قعدنا شهرين ونص على الجبل كنا واخدين كل شيء معانا. طبعا بيبقى في شايل الحاجات دي على ظهرك وانت طالع. مظبوط، انا بشيل كميه كبيره جدا منها، وبيبقى في عندنا تيم بيساعد سبورت لينا بيساعد يوديها لمرحله معينه، وبعد كده احنا لازم ناخد كل حاجه بقوتنا احنا لفوق يعني على الجبل صعودا الى القمه. بالنسبه لانواع الاكل اما يعني عاده اما باكل متجمد او اما اكل متنشف، في الحالتين لازم نسيح ثلج من على الجبل نفسه عشان نقدر نعمل ميه مغليه نقدر ان احنا نطبخ بيها الاكل ده. فكل شيء بياخد وقت طويل جدا وكل الله. شيء صعب، يعني ممكن كنا في ايفرست بنقعد يمكن 6-7 ساعات في اليوم مجرد بس بنسيح، قاعدين بنسيح ثلج وميه عشان نقدر يبقى عندنا ميه كفايه. الاكل مش بيبوظ، يعني انت واخد معاك اكل يكفيك شهر ونص. ما هي درجه الحراره عمرها ما بتزيد، عمرها ما هتعلى فوق الصفر. صحيح يعني لكنه احنا يعني اكننا عايشين في فريزر. هو يعني ابرد من فريزر بكتير. يعني في القطب الجنوبي المغامره الاخيره يمكن كانت يعني اكتر درجه حراره مسجله كانت يمكن ناقص 54. واو. وده الصيف بتاعهم طبعا. هذا الصيف حلو جدا، يعني نسمه الصيف الرائعه. الشتاء طبعا في انتاركتيكا الدنيا بتبقى ضلمه طول الوقت، ويعني اكتر درجه مسجله ناقص 100 وحاجة و40. اغرب شيء حصل لك عمر؟ اغرب شيء حصل لك وحسيت انه فارق معاك ما بين نقطه نجاح ونقطه تراجع؟ هو طبعا في نقطة مهمة يمكن أحب أتكلم فيها، هي إن أنا لما عملت القمم السبعة اللي هو أتسلق على جبل في كل قارة، كنت أول 6 جبال طلعتهم من أول محاولة، وآخر جبل كان عنيد شوية اللي هو كان في ألاسكا، وعملت مغامرة طويلة جدا كان مدتها 22 يوم في ظروف صعبة جدا، وفي الآخر خالص ما عرفناش نوصل للقمة، ما عرفناش نحاول الوصول للقمة لأن كان في عاصفة لمدة 5 أيام رياح في حوالي 100 كيلو في الساعة، وكان يعني إحساس بالإحباط بعد التمرين مرحلة طويلة واستعداد ليها وكذا صح. يعني القصة مش بس التحديات الطبيعية اللي هي درجة الحرارة، الحاجات اللي معمول حسابها، لا ده ممكن يحصل حاجات مش معمول حسابها زي العواصف وغيرها.
هو لازم الانسان يكون عارف ان يعني هو بيعمل كل يعني بيستعد باكمل وجه بيعمل كل اللي يقدر عليه، لكن عارف ان في حاجات خارج في استرشادات ارصاد جويه او موسميه بتخليكم تقبلوا على انه انا هذا الشهر هطلع من رحله، فانا ضامن انه الاجواء ممكن تكون مناسبه للتسلق او طبعا معروف ان في اماكن معينه في العالم بتطرح في شهور معينه. لكن طبعا ده مش معناه ان الجو هيكون ملائم هناك، ممكن بنعرف الجو قبلها بيومين ثلاثه وهكذا. طب انت مش مكفيك الارض وعايز تطلع للفضاء، اكس ابولو كلمنا عنه. ده كان حلم بالنسبه لي من انا صغير ان انا اطلع الفضاء، يمكن زي اطفال كتير يعني. انت تصعد دائما للقمه عمر، هذا بسبب الطول؟ يمكن شويه. فانت شايف الدنيا كلها من فوق. حلو. ف يعني بس كنت متخيل ان ده مش ممكن هدف ان هو يتحقق، لان عاده بتبقى حد بيطلع الفضاء بيكون تابع لدوله عندها يعني عندها محطه فضاء والناس بتشتغل على هذه الدراسات وكاله فضاء زي ناسا او ناظرها الاوروبي او الروسي او كلام من ده. لكن في 2013 اطرحت مسابقه ادت الفرصه لاي حد ممكن ان هو يقدم وممكن ياخد فرصه ان هو وقدم، يمكن عليها 2 مليون واحد من 68 دوله، وفي الاخر خالص اخذوا 23 واحد. وكنت يعني كان في طبعا مراحل كثيره جدا، وكان في يعني امتحانات. 23 انت من ضمن 23 بالظبط، كنت انا الوحيد من الوطن العربي. والمفروض ان احنا نطلع في اخر ربع من السنه دي او اول ربع من السنه الجايه. هم طبعا لسه بيجهزوا المكوك نفسه، فدي طبعا بالنسبه لي هتبقى. ايش الرساله اللي انت حاملها داخل قلبك عمر؟ رساله نجاح شخصيه ولا رساله انه مجرد ما بطلع على اي قمه واحط علم بلدي وتحديدا مصر؟ يعني احنا لو نتكلم على المنطقه العربيه، لانك تصنف عربيا مش مصري فقط. فايش طموحك اللي جاي؟ ارضيت غرورك في ايش الان؟ يعني غرور البشري ايش ارضيته في ايش؟ هو اي حاجه الواحد بيعملها، اي حلم ليه بيبقى ليها بعد شخصي طبعًا. لازم، لان هو ده اللي هيدفعك انت تقدري تعملي الحاجه لما الدنيا لما الموقف تحطي في موقف صعبه جدا. صحيح. لازم تكوني بتؤمني بده وبتحبيه. لكن البعد يعني في لازم يبقى في برضه بعد اكبر من الشخص نفسه. وانا بالنسبه لي الوصول للفضاء او ان انا اقدر ان انا يعني ابقى فوق جدا وشايف الكره الارضيه من تحت، اولا ده من فوق قصدي، ده اعتقد ان هو يعني مجرد الوصول ولا عندك هدف علمي ان ممكن تتعرف على طبيعه الفضاء، طبيعه كوكب معين؟ طبعا احنا احتكينا يعني بعلماء كتير جدا وباحثين في المجال ده، يعني لان انا دلوقتي جزء من البرنامج ده. لكن الوصول نفسه انا بتمنى ان هو زي طلوع الجبال ووصول لإيفرست، لما كان عندي رب والكلام ده كله، بتمنى ان هو يدي يكون رمز للشباب ان هو ما فيش حاجه اسمها مستحيل. مفيش يعني هو اي شيء ان واحد عاوز يحققه هي معادله ما بين مجهود ووقت ويمكن بعض من الحظ. يبقى بس ان انا اقول حاجه، ان عمر يعني حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد واداره الاعمال من الجامعه الامريكيه في القاهره، يعني عمل كمان ماجستير من اداره الاعمال من كليه لندن لاداره الاعمال، ده كان سنه 2007، هي نفس عام صعودك لإيفرست. يعني انت ما اكتفيتش بس كمان بالتعليم العادي، وممكن تكون متعثر فيه وليك عذرك ان انت مش متفرغ قوي للتعليم، لا ده انت كمان عندك طموح علمي والحصول على درجات علميه، وبتشتغل وظيفه ثابته، حتى لو بتاخد منها اجازات كده بترجع لها تاني. انا كنت بشتغل في اول حياتي خالص، كنت بشتغل في مجال البنوك والاستثمار، قعدت اشتغل في المجال ده مده 8 سنين في لندن وهونج كونج وكذا حاجه، وبعدين من 6 سنين فتحت شركه بتاعتي انا في مجال سياحه المغامره، فقدرت اخلي العشق بتاعي والحاجه اللي انا بحبها هو يعني. انت متجوز يا عمر؟ كنت متجوز بس مراتي توفت من سنه ونص. البقاء لله. كل حال كانش عندك اطفال؟ عندي بنت صغيره. طب لو بنتك حبت تتسلق بقى الجبال، يعني هتحس ان انت هتشاركها الشغف ده؟ او عندها رياضه غريبه؟ يعني عندها رياضه غريبه هقف جنبها بغض النظر عن هي عاوزه تعمل ايه، يعني هديها نصيحه وكلام من ده، بس لازم يعني لازم تمشي ورا الحاجه اللي هي بتحبها. جميل. مش هتخاف عليها من المغامرات؟ هبقى خايف طبعا، ممكن ابقى خايف بشده، بس مش يعني ما اقدرش ان انا اقف قصاد حلمها. يعني يمكن ده حاجه اهلي عملوها معايا وفرقت كتير جدا، فهبقى عاوز. كانوا وراك ولا كانوا خايفين عليك؟ في الاول طبعا كانوا هم دايما بيبقوا خايفين عليا، بس في الاول خالص كانوا خايفين عليا وبيحاولوا ان هم يمنعوني لما كنت يمكن اصغر شويه وكلام من ده، لكن مع الوقت ومع الاصرار من ناحيتي انا فهموا ان ده مش حاجه بعملها كمجرد فور فن او اني رفاهيه او لا، بالعكس انها ليها معنى اكبر بالنسبه لي، وان انا بستعد استعداد كويس جدا. جميل. وبتمرن ساعات شهور وسنين قبل ما بعمل حاجه. انت مواليد لندن اصلا؟ مواليد لندن. مواليد لندن. بس عشت حياتي كل يعني اول ما اتولدت بقى، يمكن بعدها بشهور رجعت مصر وتخرجت، يعني سافرت لندن تاني بعد ما اتخرجت من الجامعه. نورتنا وشرفتنا، و
يعني قليل لو قلت اديتنا دفعه امل صح ودفعه حماس حديدي واراده حديديه. نورتنا يا عمر وان شاء الله نسمع عنك كل خير ونستضيفك دايما كده وانت راجع بانجازات. شكرا جدا عزوكم وصباح الخير. صباح العافيه عليك، خليك مرتاح. نطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع وما فيش مستحيل، اعتقد حلقتنا بداناها كده. يلا بينا. سد مأرب في اليمن معجزه هندسيه لتاريخ شبه الجزيره العربيه بعد الفاصل.